هي ليست أرقاما عابرة، هي أعداد للنازحين السوريين في لبنان بحسب الهيئة العليا للإغاثة. 15500 هو عدد اللاجئين، 8500 منهم في منطقة البقاع، 1000 في بيروت، و6000 في منطقة الشمال. هي أرقام تعني فقط الجهات الرسمية اللبنانية والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة، لكنها لا تعني النازحين. هنا في البيري قصص نزوح يروونها، لكن بأحوال نترك للصورة وصفها. عم توصلكم مساعدات؟ هيك يعني الحمد لله، عدس، رز، سكر، هذا الشيء كله، هذا يعني الشيء هذا كله ما بدنا اياه. نحن بدنا نعيش، بدنا نرجع لبلدنا. من الدولة مساعدات؟ شيء من الدولة؟ ما في، بنشوف شيء من الدولة. طيب هول المساعدات اللي عم توصلكم من جمعيات خيرية اصلا بتكفيكم انتم كعيال؟ لا ما بتكفينا. ابني عمره 3 شهور، ولدت هون بمشفى حلبة، بالحلبة مشفى حكومي، ساعدوني هون الجمعية الخيرية بالمشفى. هلا مين عم يجيب لك حليب؟ عم تقبل الحليب والحفاضات ما بعرف، متدين من هون لهون، بقلل يعني الحليب بصعوبة كثير يعني، مع انه من مين عم تتدين؟ متدين من جيراني، من بيشتغلوا نهار نهارين يعني. كيف واذا مرض الصبي لا سمح الله، اذا كيف عم بتاخذي عن الدكتور؟ عم باخذه على الدكتور على المستوصف. بياخذوا منكم؟ بياخذوا ايه. سعد الحريري، حريري، مستوصف حريري. مستوصف حريري، قد ايه بياخذوا منكم؟ بياخذوا على الطفل على الكرت 6000، واذا صوره مرا يعني مرا ايكوس 16000. ومن البير اتجهنا الى مدرسه العبره في وادي خالد، مدرسه تضم اطفالا لكنهم لا يدرسون، على الاقل لا يدرسون مواد القراءه والكتابه والحساب. عبانا المدرسة، لأنه الدراسة نحن راحت علينا سنة دراسية. نحن ما عندنا ألعاب، مثلا كل واحد بيدفع 250 500، بنجيب شدة بيلعبوا الأولاد هون، وبالشتوي ما فينا نلعب، بضلموا الغرف يعني. هون ما بالصيف نلعب هيك مثل ما هيك شايف، وما حدا يأمننا ولا ألعاب ولا شيء. بين 15 وال 20 عائلة، أكثر من 100 شخص، صار لهم من فترة شي 7 أشهر. في أمراض، امبارح وحدة طفلي ماتت ما حدا قدر حكمها، فماتت وجبنا طبيب شرعي لحتى يكشف عليها، طلع إنه معها مرض، ما قدروا يحكموا أهلها لأن ما معها مصاري، وماتت امبارح، كان الدفن عندنا بمشتى حمود. هي هون كانت مرضت وما قدرنا نحكمها، لأنه عم يصير أمراض كثير وما حدا عم يساعدنا. قد ايه عمرك؟ 9 سنوات. أهلا وين؟ أهلا موجودين هون، وهلا فيكي تحكي معهم. مرضت بنتي وما ما قدرتنا نحكمها نحن يعني. أيمتى آخر مرة أختيها عند الدكتور كان؟ أيمتى يعني؟ يعني قبل ما تمرض؟ ما هون ما أخذتها. ما كان بيقدر تاخذي عند الدكتور؟ لا، وين بدي أخذها؟ هون الحكمة غالية. شو فائدة الحكي؟ اللي غالية راح. أنا شو بدي استفاد من كل الكلام؟ بيوم وليلة راحت من بين إيدي. ما عندي حكي، ما عندي شيء. هون مرتي وابني المريض عايشين بمأساة. اضطريت انا عشان الحفاضات وحليب ولابني وشغلات خاصة مثلا لعائلتي او شيء، ما بكفي مثلا حتى اشتغل حتى امن الطلبة. هلا عم دور على شغل؟ وعم دور لهلا شغل. حي الله شيء شو ما كان الشغل، المهم بس انه تجيب مصاري وكفي عائلتي. أثناء وجودنا في المدرسة التقينا النائب خالد الظاهر الذي كان يتفقد أوضاع اللاجئين. المساعدات عم تكون عينية، يعني سكر ورز وأكل، لكن أين الطبابة وأين الحليب للأطفال؟ أين الحاجات الخاصة للنساء؟ هؤلاء النازحين يعتبروا بيعيشوا بمكان 5 نجوم، يعني غرفة مع المطبخ تفضلوا، مع الحمام هنا،
مع الأطفال هناك، مع الفرش اللي بيناموا عليها، ومع اللي شايفين الحبل الغسيل اللي فوق. ومن غرف خمس نجوم كما أسماها الظاهر تجهنا إلى منطقة تحوي غرفاً على الأغلب بلا نجوم.